فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد في منزلنا صحن فضائي يعرض المسلسلات والأغاني، وقد نصحت أهلي عدة مرات لكن لم يستجيبوا لي، وفي إحدى الأيام كنت أصلي وقد رفعوا صوتا منكرا صوت الأغاني، فلما انتهيت قلت والله لأكسرنه، حلفت مرتين. يقول: هل آثم على حلفي هذا لأن هذا الدش يعصى الله به، أم أتركه ولا أكسره مراعاة لمشاعر والدتي؟ والدك هذه والعياذ بالله هذه تحب الشر، كيف ترضى بالأغاني، ترضى بالأصوات الخبيثة، ترضى بهذا؟ أنت تنكر منكر، هذا منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، حتى لو ما حلف، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من إنكار المنكر. والوالدة اللي تحب بالشر هذه لا خير فيها، هذه لا خير فيها، ولكن عليك بنصيحتهم و مسايرتهم بالموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن حتى يهديهم الله عز وجل. نعم.